يعني كانت الدنيا برد وما كنت لابس كنزة. كنت اشتري. ما معي مصاري. بعدين السوق مسكر. انت رفيقتها لكوثر؟ شبك جميل؟ مو عرفاني؟ مو عرفانيك؟ شو الحكي اللي عم تحكي؟ ليش نحن بنعرف بعض؟ ليش انا من وين تعرفت على كوثر؟ وعن طريقك؟ عن طريقي؟ عن طريقي؟ طريقي؟ ولو شو نسيت؟ شغلتيني ها؟ شلشتيني؟ ما لقيت بن، عملت لكم عصير. كوثر تصوري، جميل مو عرفاني؟ صحيح جميل؟ ايه ايه، وقعد عم يسألني، رفيقة كوثر شي؟ ما عرفتها لربا؟ ماني متذكرها، ذكريني بحالك. نسيت لما أخذناك بالحادي عشر على المستوصف وقطبنا لك نافوخك قطبتين؟ قطبتين؟ ايه؟ انتي تبع القطبتين؟ لك ايه، هي اللي ضربتك بسكربينة على نافوخك. وأخذك شوفير البابا على المستوصف، ولولا كوثر تتواصل لك وترجته كانوا رح يدعوسوك. لو مترجته كانوا دوسوني؟ ايه تذكرت، وقت اجا كعب كندرتك بنص راسي. صحيح انتي وليش لم تضربي هيك بدون ما تنتبهي؟ انه رغزلك الجحاشي. كنا صغار ببابي. ايه بس كلامك كان كبير، والواحد بس بده يغازل، بيقدم ورده، بيبتسم، مو هيك يلحقني ساعه من بعد ما طلعت من المدرسه، تسلمني طقه هالكعب، تسلمني طقه هالكعب، لحتى تق براسك. على كلمه مقبوله مني، بتعرفي انا ندمان لانه ما عم روح على باب مدرسه البنات، وقف هنيك مشان يقولوا لي تسلمني طقه الكعب، تسلمني طقه الكعب. جميل، ناوي اكل لك شي كعب تاني؟ يا ريت. ايه بس انا لابسه بدون كعب، قريت بالجريده انه الكعب بيضر. بيضر؟ ابو كيرو خرطوش بردك انا لساعات عم تحل كلمات متقاطعة بقيان كلبة واحدة. ايه بعدي انت امور علي مشرف حلها هون. ها كلمات وشو هي الكلمة؟ حشرة تحيك نسيجا وتصطاد حشرات اخرى وبسبع رجلين كمان. كم حرف؟ ماني عنكبوت. هي الحمارة بيعرفها. حشاك استاذ. روح روح ساوي قهوة روح. ما في بن جيب بن جيب قبض ما